محافظة سوهاج تعاني كثيرا من ارتفاع أسعار الأعلاف، الذرة الشمية والذرة الرفيعة والردة اللي هم بيقولوا عليها النخال. الأسعار مولعة نار، وده يهدد الثروة الحيوانية في محافظة سوهاج بالانقراض في عدم وجود تحرك لا من التموين ولا من الزراعة، بصفة انه الفلاح المفترض وزارة الزراعة تتابعه ومدير الزراعة تتابعه، ولا من شركة مضاحي النصر ولا من المحافظ اللي هو المفترض يتابعه ويشوف مشاكل الفلاحين، ولا الطب البيطري. الطب البيطري عندنا حبر على ورق، لا بيتابع احواش فيها مواشي ولا بينزل بتحسينات. المحافظة واقعة خالص من خدمات، من ناحية خدمات الثروة الحيوانية. أسعار الردة وعرت قوي، واللحمة ما مدوباس معانا. أنا هبطل دي أستغليها ضيق، معايا عيالي وبيتي واخد لي بالك، والبهايم على العيد ما نفعاش. الديب الدزار نايم في الخط ده، بوديها فين أنا؟ الأديب الإسكوارد الردة واخد لي بالك ب 130 جنيه ترميها البهمتين ياكلوها. أديب حشيش الدراو ما نفعش، ما يعفيش بهايم الدراو. الخضار ما نفعش بدل العلف، مجبور إن أنا أديب علف عشان البهم دي تحفة. الضحية ما ينفعش اوديها فين البهمة دي؟ انا ما مدوباش معايا ابدا، بحيث ان انا تلم روح. كيلو الشامي بيصرف 5 جنيه من ما تدش وتوكل. سكارد الجزب ب 100 جنيه هديبها. انا ارفع السعر في الضحية ان شاء الله عشان تداوب معايا، ما نفعش معايا قد ابدا. اخلي كيلو اللحمة قايم ب 40 جنيه عشان يلا يداوب الردة اللي بيا، اللي هي ما نفعش معانا ابدا كده، ما مدوباش ابدا العلف ما نفعش. تجيب العدل من السوق واخد بالك ب 12 توكله على الزباله الغاليه دي، ما يجيبش حاجه، دوزنه من ميزان ما يمدوبش معانا.